وانا كنت يوم الاربعاء تحديدا بكلمكم على قناه الغد، وقناه الغد من القنوات اللي انا اشدت بيها وبشيد تاني ان هم كام يوم الاحتفالات دي عاملين تغطيه كبيره جدا. مراسلهم في غزه، تعالوا اسمعكم مراسلهم، ويعني وانا بشكرهم مره تانيه وهو بيتكلم مع بعض شباب اللي رافعين علم مصر وبيتكلموا عن مصر. تعالوا نروح نشوف بيقولوا ايه. نرصد بعض ايضا. يعطيك العافيه، الله يعافيك يا كبير. شايفك حامل علم مصر، اكيد مبسوط للجهد اللي قام به وقالبا. كل احترام للسيسي ولكل ابناء شعبنا المصري الحبيب، على راسه والله كل احترام لهم، لكل شعوب العرب. حبيبي اسلام، حبيبي يا كبير. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل التحيات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واحنا من غزه كلنا فدا مصر وعيون اهل مصر، واحنا ان شاء الله بكل الثوابت مصريين مصريين مصريين. تحيا للرئيس السيسي. طيب كيف بتشوف هذا الجهد عن جد؟ انت اليوم مبسوط وواضح انه بتعبر عن مشاعرك. احكي لي، احكي لي عن شعورك. شعور عبد الفتاح السيسي اكثر واحد وقف معانا ومع القضيه الفلسطينيه وطول عمرها مصر صاحبة القضية. هي من أول الحروب كانت بهذه القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية من أول واجبات المصريين، ومصر إن شاء الله من مزيد إلى مزيد ومن عمار إلى عمار. الحرب هذه فيها فرق كبير إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف معنا، وهو من بادر بوقف إطلاق النار وبوقف إطلاق الصواريخ من غزة ومن إسرائيل، وإن شاء الله مصر معانا إلى الأبد، وفلسطين رغم كل الجراح ومصريين رغم كل الجراح. شكرا مصر. شو بتحكي في هذا اليوم؟ هذا يوم نصر، هذا يوم عيد، هذا يوم تكبيرات. لا إله، الله أكبر ولله الحمد. تحيا مصر، تحيا المقاومة، تحيا الشعب العربية كلها،